انا فهمت من خلال كلامك يا ست اللي هو خلال كلام الاستاذ احمد انه يعني مسؤوليه كبرى تقع على عاتق الطيار نفسه، العنصر البشري زي ما بيقولوا. كيف تم الاعداد، كيف تم اعداد العنصر البشري الطيار المصري ليكون مهيئ لهكذا تحدي؟ والله يعني حضرتك سألت سؤال الحقيقة جيد جدا من الأسئلة اللي الحقيقة احنا كطيارين مرينا بثلاث مراحل من التدريب القتالي من بعد عودتنا من روسيا. احنا لما كنا سافرنا روسيا اتدربنا على التدريبات الكلاسيكية للطيار اللي بيطلع بطيارة وبيناور بيها المناورات العادية. مجرد ما رجعنا من روسيا التحقنا بالأسرار بتاعتنا، بدأنا في عمليات تدريب قتالي آخر علشان يعرفني ازاي ابقى طيار مقاتل على الميج 21 وازاي اناور بيها احسن مناور. قعدتوا قد ايه في روسيا؟ احنا قعدنا سنه ونص في روسيا في اكاديميه فرونزا. لا كنا لا. في انت عشان عارف روسيا كويسه احنا مش احنا كنا جنب فرونزا. لا كنا جنب فرونزا، كنا جنب في فرونزا. كنا في لوغافايا. لوغافايا لوغافايا كان فيها الميج 21، والماطا كازاخستان كان فيها اللام 29. دول طبعا عشان انت عارف المناطق الروسيه دي. قعدنا هناك 6 شهور في الفتره الاولانيه بتاعت اللام 29، وبعدين بقيت المده على الميج 21 هناك. لما رجعنا انتقلنا للتدريب القتالي مع السرب. الفتره التدريب القتالي بتاعتنا برضو كانت محدوده بأشكال تدريبية محددة إحنا اللي اتعودوا عليها الطيارين واتدربوا عليها، لحد ما الحقيقة انتقل طيارنا في مرة في تدريبات مشتركة مع الجانب الليبي والجانب السوري. جه طيارين من باكستان والحقيقة ليهم برضو معزة وفضل في نقل خبراتهم التكتيكية لاستخدامات الطيارة دي استخدامات أخرى. فبدأنا تدريبات أخرى من التكتيكات الجوية مختلفة عن اللي احنا كنا بنتدرب عليها. دي زودتنا ثقة ومرونة وأسلوب قتالي متقدم ومناورات متقدمة بيننا وبين بعضنا، بالإضافة إلى التدريب الآخر اللي هي تدريبات السرعات المنخفضة للطيارة. دي لما تدربنا عليها بقينا متمكنين من الطياره ان انت تناور بيها لحد ما توصل للسرعه صفر وسرعات بطيئه، اللي كان الروس بيحذرونا ان احنا نقلل سرعتنا عن 450 كيلو هتبقى في مشكله والطياره تنهار وهتنط وهتبقى في مشكله. فلا بقينا نشتبك بالطياره لحد اي سرعه، اي سرعات بنشتبك بيها وبنناور بيها وبنقاتل بيها، وبالتالي اصبحنا في 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 مرحله احترافية متميزة في الفترة اللي كانت قبل حرب 73 في أحسن مستوى قتالي وصلنا له.